السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من 1-9، الشغل والطاقة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ، أفهم، أحفظ، أطبق، ومفتاح النجاح بيكون في إيدك. جيب ورقة وقلم عشان تابع معي الحل، وجيب الورقة اللي كتب فيها المعادلات. يسحب ديبو زلاجة عبر سطح الجليد كما هو موضح في الشكل 19. إذا تحركت الزلاجة مسافة 65.3 متر، فما مقدار الشغل الذي يبذله ديبو على الزلاجة؟ تعال نشوف شو عاطيك على الرسم. هذه مقدار القوة، وهذه الزاوية، وهذه الإزاحة، هذا متجه الإزاحة، هذا وهذا، وأعطيك مقدار الإزاحة اللي هي هذه. إذن قانون تعويض جواب: W تساوي القوة F في D الإزاحة في كوساين سيتا، سيتا الزاوية بين المتجه F والمتجه D. F عندك إياها 225 نيوتن، أعطيك إياها على الرسم. D عبارة عن 65.3 متر كوساين الزاوية اللي هي 35 درجة، ومنحسبها بتطلع W تساوي 1.20 في 10^4 جول. وفي رعاية الله، مسألة بسيطة حلوة، هي مسألة امتحانات، ما تنسونا من الدعاء.